السلام عليكم ورحمة الله. أغنية مضناك جفاه مرقده للموسيقار محمد عبد الوهاب، الأغنية من مقام الحجاز، حجاز الري. طبعا حجاز الري عنا ري مي بيمول فا دييز سول لا سي بيمول دو ري. نبدأ بمقدمة الأغنية، المقطع الأول بيقول طبعا لا ري مكررة 4 مرات، والأجمل نوقف صدى الأوتار. المقطع الثاني بيقول صل فا صل لا صل فا مي فا صل فا مي فا صل 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 فا صل لا صل فا مي فا صل فا مي فا صل صل. المقطع الثالث دو ري مي ري مي فا صل فا مي فا لا صل فا صل دو ري مي ونرجع منقول لا ري 4 مرات. منعيدة كاملة. ونبدأ بالغناء، مضناك جفاه مرقده. وبكاه ورحم عوده. ميمي فا صل فا مي فا صل فا مي ري صل صل. منوقف عدو حتى نقول حيران القلب معذبه. دو ري مي فا صل فا مي ري صل فا مي ري دو. مقروح الجفن مسهده. Thank you.
وبعدين منعيد المقدمة كاملة ما عدا أول جملة، يعني ما منقول لا ري لا ري أربع مرات، نخلص رود ونبدأ من المقطع الثاني. وبعدين بيجينا الكوبليه يستهوي الورقة تأوهه، ويذيب الصخرة صل لا سي لا صل سي لا صل لا صل دو سي لا، ومنرجع منعيد يستهوي الورقة. حتى نقول ويناجي النجم ويتعبه، لا سي دو سي دو سي لا دو سي، ويتعبه دو سي لا ري دو سي لا صول، لا سي دو سي دو سي لا دو سي دو سي لا ري دو سي لا صول. بدنا ننتبه لها منيح. ويقيم الليل ويقعده، صلا سي لا سي لا صل سي لا صل سي لا صل دو سي لا صل فا، صلا سي لا سي لا صل سي لا صل سي لا صل دو سي لا صل فا. الحسن حلفت بيوسفه، وتمنت كل مقطعة من الدو. يدها لو تبعث تشهده، دو دو ري مي فا صول فا مي ري مي فا مي ري ري. طبعا هون رح نتوقف، رح يكون في جزء ثاني للمقطع كمان الجميل جدا جحدت عيناك زكية دمي. حتى ما يطول الفيديو وحتى نتعلم على مرحلتين بصير أسهل. هاي الأغنية من أغاني
الموسيقار محمد عبد الوهاب الجميلة جدا باللحن وبالكلمات. حاولت تكون النوت واضحة قد ما فيه حتى تعزفوها على البطيء، وبعدين بنعزفها أسرع شوي شوي حتى تكون الشيء سهل وواضح. أتمنى يكون الشيء اللي عم نقدمه مفيد ومبسط وفي وضوح. بشوفكن عن قريب، ما تنسونا من دعائكم، يلي ما اشترك اشترك. السلام عليكم ورحمة الله.